في ناس كتير عم بفكروا انه الدوبلاج انك بس تفوت على الاستوديو تقرأ تسجل الجملة وتطلع. بس اللي وراء الكواليس أكبر من هيك بكتير. يعني في جهد بالأستوديو، الشباب ما عم بيناموا، عم بيشتغلوا 24 ساعة. إحنا النصوص عم تجينا عن الحلقات، عم ندرسها عن جد دراسة، عم تاخد معنا وقت كتير طويل. إنه مرة مرتين ثلاث، أول مرة بدك تحضر الحلقة كاملة، تاني مرة بدك تتأكد إنه الجمل على المقاس، بدك تغير الترجمة مرات لأنه مقاس الجمل، الكلمات الكورية ممكن تكون كلمة الكورية أطول من الكلمة العربية. الكلمة الكورية مثلاً تكون كتير طويلة، يكون ترجمتها بالعربي مرحبا مثلاً أو أهلاً. فنحاول نلعب بالمصطلحات، نعمل مصطلحات مرادفة مطلق بالحكي أو ممكن تقصي بالحكي، ممكن نلعب نفس الأداء. أما موضوع الأداء يمكن مش يعني ما شفت فيه صعوبة، إنه إذا أنت عايشة المشهد، عايشة الشخصية، حتقدري إنك تحسي فيها وتمثليها فعلاً. بس عن جد الصعوبة كانت عن جد بالمشاهدة أكتر إشي، إنك تقدر تشوف الجمل، ممكن الترجمة غلط، بدك تتأكد. يعني موضوع إنه في ناس بيعرفوا كوري، ممكن في ناس حاضرين المسلسل الكوري أصلاً. فهنا كان تحدي إنه يجي حد يحضر النسخة الأردنية حيحكي لا الترجمة غلط، أو هذا المشهد مو هيك. في أشياء كانوا يحكوها إلها معاني لبعدين، فلازم إنه كتير نركز عليها كنا وهيك. حلو.